السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً ومرحباً بكم مشاهدينا الكرام في المملكة العربية السعودية في هذا الوطن الغالي. نحييكم في أولى حلقات برنامجنا التنافسي الكبير والأضخم على مستوى إدارات التعليم بالمملكة، برنامج فرسان التعليم. هذا البرنامج مشاهدينا الكرام الذي يأتيكم عبر شاشة قناة عين التابعة لوزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، والذي يضم أكثر من 16 منطقة تعليمية ليحل أبناؤها الفرسان هنا في حلقات فرسان التعليم في تنافس يخلق حالة من المتعة والترفيه والثقة والزيادة المعرفية. سيكون معنا أكثر من 16 منطقة تتنافس على لقب البرنامج وجوائزه الكبرى التي تجاوزت 100,000 ريال. 40,000 ريال ستكون من نصيب الفائز بالمركز الأول، بالإضافة إلى جهاز ذكي لكل فارس من الفرسان. والجائزة الثانية ستكون عبارة عن 20,000 ريال وجهاز ذكي لكل فارس من الفرسان الفائزين، بينما سيحصل المركز الثالث والرابع على جهاز ذكي، وسيكون كل الشكر والمحبة والتقدير لأبنائنا الطلاب المشاركين سواء فازوا أو خسروا، والخسارة لا مكان لها، فهي استزادة ومعرفة وثقة ومتعة. أحييكم مشاهدينا الكرام في أولى حلقاتنا والتي يصحبنا فيها جمهورنا الكريم، وهم طلاب مدرسة المعتمد بن عباد، حياكم الله جميعا. مشاهدي الكرام، أنا وأنتم في شوق للتعرف على فرسان حلقة الليلة، وهو اللقاء الأول والذي يجمع منطقتين من مناطق المملكة. نتعرف في هذا التقرير على فرسان المنطقة الأولى. جازان كنز الطبيعة ولؤلؤة الجنوب، منطقة الجبال المرتفعة ذات الغطاء الأخضر، تنسل منها أجمل الشلالات لتشكل بحيرات لا تقل روعة عن شواطئها وجزرها. تقع جازان في أقصى الجنوب الغربي للسعودية على ساحل البحر الأحمر، تمتاز بالتنوع البيئي والمناخي واختلاف محاصيلها الزراعية، يضاف إليها المقومات التاريخية التي تجعلها من أهم المناطق السياحية في السعودية. تعتبر جزر فرسان من أجمل المناطق البحرية في جازان، تزخر بالحياة الطبيعية والفطرية. جبال فيفا كتلة هرمية صعبة التضاريس، تتميز بشدة انحدارها في جميع الاتجاهات ووعورة مسالكها وخصوبتها، تنسج لمرتاديها لوحة فنية خضراء. من أرض الفل والريحان نرحب بالفرسان حمزة النهاري، فارس راجحي، عبد الرحمن معيدي. راح أساند فريقي في الآداب والتاريخ وسير وإعلام بإذن الله. تم ترشيحي عن طريق مشرف النشاط في المدرسة بعد عدة مسابقات داخلية وخارجية حققت فيها مراكز جيدة والحمد لله. أتميز بالقراءة والمتابعة والمكث في البيت والتفرغ للدراسة ولطلب العلم. أنا في الجانب المسار العلمي في الرياضيات والفيزياء والكيمياء بدعم الفريق في مسابقة فرسان التعليم. التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، بإذن الله راح نبذل جهود في المواد التعليمية. فارس مميز في كل شيء، مميز أخلاقيا، مميز علميا، حريص على دروسه، حريص على أنه يبرز دائما في كل المجالات اللي يشارك فيها. بإذن الله راح أساعدهم في الأسئلة التي تتحدث عن الأمور التقنية وعن الأمور الدينية، وبإذن الله سنعمل كمنظومة متكاملة كلنا نساعد بعضنا البعض. أثناء الفسحة تجد جميع الطلاب ملتفين حول عبد الرحمن كحلقة، حلقة علمية وثقافية وتاريخية في بعض الأحيان. سنكون بإذن الله على قد المسؤولية، راح نحقق بإذن الله مراكز متقدمة، بإذن الله نحقق المركز الأول. أنا أتحدى كل من يقف أمامنا حين قدها، كلنا مع بعضنا أقوى. جاكم الإعصار ما شيء يعيقه، فريقنا اليوم وخر عن طريقه.
إذا كما ذكر أحد فرسان جازان، جاكم الإعصار ما شيء يعيقه. فريقنا اليوم وخر عن طريقه، حمزة النهاري وعبد الرحمن معيدي وفارس راجحي، حياكم الله من جازان. الله يحييك. واحد ممكن يعطينا فكرة جميلة عن جازان والمشاهدين الكرام عبر شاشة عين، جمهورنا من مدرسة المعتمد وكل المشاهدين؟ جازان عبد الرحمن الفل والكاذي، جازان الجبل والوادي، يا سلام. جازان هي لأهلها كالأكسجين، لا أحد يستطيع الابتعاد عنها. الله الله، حياكم الله، سعيدين بوجودكم الليلة، ونحن وإياكم في انتظار المنافس الفريق الثاني الذي جاءنا من أقصى الشمال الحبيبة، ونتعرف وإياكم على المنافس الثاني في التقرير التالي. أكسجين. أرض الزيتون والتاريخ العريق وموطن التنوع البيئي، واحدة من أجمل الوجهات السياحية في المملكة، إنها منطقة الجوف. تتميز باعتدال مناخها وخصوبة أرضها، فلقبت بسلة غذاء المملكة، تبهرك بطبيعتها الخلابة وتراثها الغني وحفاوة أهلها. تضم بين جنباتها القلاع العريقة والآثار الممتدة إلى عمق التاريخ القديم. موطن الزيتون الأصيل والبوابة الشمالية للمملكة، تجمع محافظاتها بين الزيتون والنخيل، تنتج الجوف ما يقارب 67% من الإنتاج المحلي لزيت الزيتون في المملكة، و150 ألف طن من التمور سنوياً. من أرض الحلوتين نرحب بفرساننا باسل الشمري، متعب المؤشير، محمد البلوي. نقاط قوتي وللحمد في المواد العلمية بشكل عام، حصلت على المركز الذهبي في أولمبياد اللغة العربية على مستوى المملكة، وأيضا حصلت على المركز الأول في المنطقة بأولمبياد الرياضيات، مما أهلني للمشاركة في المسابقة. أنا عندي مكتب خاص استولى عليه باسل بعد ما صار بالثانوي، ما شاء الله صار مكتب الباسل، وإن شاء الله مع الدعاء الوالدين إن شاء الله توفيق رب العالمين أنه يبدأ بالمسابقة هذه بإذن الله. أنا طالع أمثل منطقة الجوف، وإن شاء الله رح أساعد الفريق بالمواد العلمية مثل الرياضيات والكيمياء والفيزياء. طالب محمد من الطلاب المتميزين في المدرسة في مجالات شتى، سواء علمياً داخل الفصل، مشاركاته بإثراءه للدرس. بإذن الله راح أقدر أساعد زملائي بالفريق بالمسائل العلمية التي تختص بالكيمياء والفيزياء، مثلاً بالتفاعلات الكيميائية وغيرها. طالب مجتهد ومواظب، حائز على نسبة 100% في المرحلة المتوسطة، وحائز على تقدير ممتاز في الصف الأول ثانوي. تعداداتي تبدأ من المكتبة التي وفرها لي والدي. تم تخصيص وقت بيني أنا وزملائي في المكتبة لمراجعة والاستطلاع على المعلومات. وساعدوني المعلمين في المدرسة والمشرفين. من ديرة الجوف جيناكم ناويين الفوز. من الجوف جيناكم وراح نفوز ونتعداكم. من أرض الحلوتين جايين وللفوز مستعدين. إذن من أرض الحلوتين جايين وللفوز مستعدين، هذه الكلمة اللي ختمها محمد البلوي. حياكم الله، متعب المؤشير، محمد البلوي، باسل الشمري، سعيدين بوجودكم من أقصى الشمال الحبيبة الجوف، حياكم الله. الله يحييكم. وش هي أرض الحلوتين؟ الجوف. الجوف، ما هي الحلوتين؟ وش هي؟ التمر واللبن. التمر واللبن. واللبن، حياكم الله. تعطونا معلومة خفيفة وزملائكم والمشاهدين عن الجوف؟ عندنا أول مئذنة بنيت في الإسلام. أول مئذنة بنيت في الإسلام في مسجد عمر، مسجد عمر في دومة الجندل. يكفيكم شرف، حياكم الله جميعا. ويكفينا أيضا شرف في فرسان التعليم أننا جمعنا أبناء القارة السعودية تحت سقف واحد ليتنافسوا تنافسا بإذن الله يصب في مصلحة مستقبل الوطن. مشاهدينا الكرام، رحبنا بالفريقين. الآن أتعرف وإياكم على هذه الجولة الأولى من جولات البرنامج، وهي جولة الأسرع، نتعرف على تفاصيلها ومن ثم نعود.
في برنامج فرسان التعليم يتنافس في كل حلقة فريقين اثنين في أربع جولات رئيسية. في الجولة الأولى يتواجه الفريقان في تحدي السرعة للإجابة عن 10 أسئلة. في حال كانت الإجابة خاطئة يتحول السؤال مباشرة للفريق الثاني للإجابة عليه. يحصل الفريق على نقطتين عن كل سؤال صحيح تتم الإجابة عليه. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، بثقة بثقافة بتفاؤل يلمع في عيون كل الفرسان هنا، فرسان جازان وفرسان الجوف، وبالتأكيد خلف شاشة عين آلاف الأسر تتابع من المنطقتين ومن كافة مناطق المملكة العربية السعودية. أذكر أبنائنا الطلاب في المملكة العربية السعودية أن اختبار التيمز الذي ترعاه وزارة التعليم سينطلق بإذن الله يوم 9 و10 من شهر أبريل الحالي 2019. التوفيق لكم في هذا الاختبار، أتمنى لكم بإذن الله إجابات موفقة، ولهنا أحبتي في الاستوديو أيضا إجابات موفقة وأن يحالفهم الحظ. نبدأ جولة الأسرع بسؤالنا الأول، والسؤال يقول: ما هو الغاز المستخدم في إطفاء الحرائق؟ عبد الرحمن معيدي من جازان أول من ضغط جرس السرعة في حلقتنا الأولى، جوابك؟ ثاني أكسيد الكربون. ثاني أكسيد الكربون، خلينا نشوف يا عبد الرحمن، هل ثاني أكسيد الكربون من ضمن الخيارات الأربعة المتاحة؟ نشوف الإجابات. ثاني أكسيد الكربون هو الإجابة الرابعة من ضمن الخيارات، لكن إلى الآن ما ندري هل هو صحيح أم خطأ. أنا وأنت في انتظار معرفة الإجابة. هل أنت متأكد يا عبد الرحمن؟ أنت قلت أنه جازان أهاليها يتنفسونها مثل الأكسجين، الأكسجين ما له علاقة في الموضوع؟ لا أبداً أبداً أبداً، الأكسجين يزيد الحرارة، يزيد الحرارة ويشعل الحرارة. خلونا نشوف الإجابة. بداية جميلة يا عبد الرحمن، بداية موفقة، وبإذن الله بهذه الإجابة تكون جازان حصلت على نقطتين. كرة في ملعبكم بإذن الله، حاولوا تقتحمون الميدان، والتنافس والتعادل الدائم سيكون في مصلحة الجميع. السؤال الثاني يقول: ما هي أقدم الخطوط العربية كتابة؟ باسل من الجوف اختار أن يجيب، ما هو الجواب؟ الخط الكوفي. الخط الكوفي، باسل يقول الخط الكوفي. هل الخط الكوفي من ضمن الخيارات الأربعة؟ النسخ الكوفي، النسخ والكوفي، والرقعة والثلث. باسل اختار الإجابة الثانية، وأتمنى أن تكون الصحيحة. باسل، ليس خط النسخ؟ لا، الكوفي. الكوفي؟ الكوفي. متأكد؟ متأكد. ودك تعرف الإجابة صح ولا لا؟ شوف، أنت حريص على التعادل من البداية؟ أكيد. خلونا نشوف الإجابة. سلام سلام سلام. إذن بداية موفقة وتعادل بين الفريقين، لكن ربما السؤال الثالث سيحسم المنافسة في الجولة الأولى. والسؤال الثالث يقول: ما هي العاصمة الإدارية لمنطقة القصيم؟ محمد البلوي يعرف الإجابة، تفضل. بريدة. بريدة، خلونا نشوف بريدة من ضمن الخيارات الأربعة. بريدة، عنيزة، الرس، الزلفي. محمد، قبل ما نعرف أنا وياك الإجابة هل هي صح ولا خطأ، هل من ضمن الخيارات الأربعة محافظة خارج القصيم؟ ممكن الزلفي. الزلفي، سمعتها، طلعت مني. طيب خلونا نشوف اختيار محمد كان على بريدة، وربما تكون هي العاصمة الإدارية للقصيم وربما لا. نشوف الإجابة. مالكم عذر، مالكم عذر يا جازان في اللحاق بأبناء الجوف من خلال السؤال الرابع الذي يقول: يطلق عليها لقب صاحبة الجلالة فمن هي؟ يطلق عليها في الإعلام لقب صاحبة الجلالة.
إذا ما عندكم إجابة أنا مستعد أعرض الخيارات، والسرعة سيدة الموقف. إذا قلت الخيارات وتعرف الإجابة انطلق في ضغط جرس السرعة. صاحبة الجلالة في الإعلام هي الإذاعة، التلفزيون، الصحافة، اليوتيوب. باسل استعجلت معك 15 ثانية، متأكد؟ إن شاء الله نقول الصحافة. الصحافة، الصحافة هي الإجابة رقم 3. متأكد يا باسل؟ نقول إن شاء الله. لأن مو الإذاعة؟ لا، إن هي الأساس. ما الذي نشأ في الإعلام أولاً، الصحافة ولا الإذاعة؟ الصحافة. هل بدأت الكتابة الصحفية أولاً ولا المذياع وسماع الراديو؟ المذياع. ها، كانوا يقولون هنا لندن إذاعة بي بي سي، ولا كانوا يقولون صحيفة الأهرام، صحيفة الأخبار، صحيفة بيروت، بغداد؟ ما الذي سبق الآخر؟ نقول إن شاء الله الصحافة. الصحافة؟ إن شاء الله. خلونا نشوف الإجابة. إذن نقطتين تضاف إلى الجوف، المجموع في أذهان الجميع. أتجه إلى السؤال الخامس، والذي يقول: مدينة سعودية يمر بها نفق للطريق السريع بتكنولوجيا الطاقة الشمسية، فما هي؟ نفق تحت الأرض يمر تحت إحدى المدن السعودية، يمر فيه طاقة تكنولوجية تابعة للطاقة الشمسية، فما هي المدينة؟ نشوف الخيارات: تبوك، أبها، الدمام، المدينة المنورة. متأكد؟ تبوك. الوقت يمشي. تبوك الإجابة رقم 2. تبوك أو رقم 1، تبوك حسب إجابة باسل الشمري هي المدينة السعودية التي يمر تحتها نفق للتكنولوجيا والطاقة الشمسية. ودك تعرف الإجابة؟ يا ليت. خلونا نشوف الإجابة. باسل استعجلت شوي. استعجلت. أنا وأنت نبغى نعرف الإجابة أكيد. أكيد. طلاب الجوف وطلاب جازان والمشاهدين الكرام ودهم يتعرفون على هالمعلومة الجديدة علينا جميعا. خلونا نشوف الخيارات ونعطي فرصة لجازان بعد أن استبعدنا تبوك. هل أبها ولا الدمام ولا المدينة المنورة هي المدينة السعودية التي يمر من تحتها الدمام؟ الدمام. ليش اخترت الدمام؟ مدينة كبيرة يعني. مدينة كبيرة، ترى النفق اللي يمر تحتها عالمي وليس محلي. الدمام. الدمام. الدمام الخيار رقم 3. ممكن يكون صح وممكن يكون خطأ، رغم أنه الفرصة كانت متاحة. ما في أحد ينافسك، السؤال لك، وايضا سقط واحد من الخيارات وهو تبوك. ليش استعجلت؟ باذن الله صح. باذن الله صح. خلونا نشوف الاجابه. صح. ابها. الاجابه ابها يا عبد الرحمن، والسرعه مطلوبه بالتاكيد، لكن ايضا اذا كان الوقت متاح لك خذ وقتك. السؤال السادس سيحسم المنافسه بينكم، وانتم الان متنافسين بالتعادل. خلونا نشوف السؤال السادس يقول: ما هو المعدن الناتج عن خلط النحاس مع القصدير؟ محمد البلوي من الجوف، تحتاج انك تجيب على هذا السؤال والوقت لك. البرونز. البرونز. هل البرونز من الخيارات؟ خلونا نشوف. صح صح. الرصاص، البلاتين، المجنيت، والبرونز. برونز رقم 4. هل الإجابة صحيحة ولا لا؟ خلونا نشوف. مبروك 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 مبروك. السؤال السابع يقول: درست لأنجح، ماذا تسمى اللام في هذه الجملة؟ حمزة النهاري ملم باللغة العربية أتوقع وستعرف الإجابة، ما هو؟ لام التعليل. لام التعليل، يمكن يكون من ضمن الخيارات ويمكن لا. خلونا نشوف الخيارات الأربعة. لام التعليل، صح صح، لام الأمر، لام الجر، لام زائدة لا مكان لها في الجملة. اخترت لام التعليل بثقة؟ نعم. لام التعليل؟ متأكد. إذن درست لأنجح. لأنجح. خلونا نشوف الإجابة.
تعادل محموم ومنافسة قوية جدا ومضي قدما نحو الفوز بكل اتزان من طلاب جازان وكذلك من طلاب الجوف. والسؤال الثامن يقول: أين تقع الغدة الدرقية؟ فارس تفضل. رغبة في الرقبة. هل الرقبة من ضمن الخيارات؟ الله أعلم. ودي أشوف أنا وياكم مع بعض الخيارات الأربعة: العمود الفقري، الحوض، الرقبة، الدماغ. حددنا الرقبة كخيار لفارس راجحي، وبإذن الله تكون الإجابة صحيحة، وإن لم تكن كذلك سأتحول إلى الجوف. خلونا نشوف الإجابة. برافو عليك ممتاز، رائع جدا. السرعة، الهمة، الثقة والثقافة الماضية التي اكتسبناها في حياتنا. السؤال التاسع يقول: ماذا تسمى مجموعة كبيرة من الأغنام؟ مجموعة كبيرة من الأغنام يا فارس ماذا تسمى؟ مجموعة. الوقت. للأسف يا فارس كانت 5 ثواني ذهبت بهدوء باتزان بثقة. ماذا تسمى المجموعة الكبيرة من الأغنام بخيارات 4 سأعرضها لكم؟ فوج، سرب، جيش، قطيع. بدون جرس، المجال لك ثواني تمشي. قطيع. قطيع إجابة رقم 4. قطيع هي مجموعة كبيرة من الأغنام إذا اجتمعت تسمى قطيع من الأغنام، أكرمكم الله. خلونا نشوف الإجابة. برافو عليك، جميل، كفة من التوازن بإذن الله والتعادل سيد الموقف. السؤال العاشر والأخير في جولة الأسرع يقول: ستتضح كفة المعادلة من خلال فقرة النتائج. تقدر مساحة الوطن العربي بنحو باسل، كم معدل مساحة الوطن العربي؟ 14 مليون كيلو متر مربع. 14 مليون كيلو متر مربع. بإذن الله يكون هذا الخيار من ضمن الخيارات الأربعة. نتعرف على الخيارات: 11، 12، 14، 15 مليون. إجابة رقم 3 اختارها باسل الشمري، ونتعرف وإياكم على الإجابة الصحيحة. إجابة صحيحة يا باسل. لهذا السؤال وصلنا إلى ختام الجولة الأولى وهي جولة الأسرع. جازان أجابوا على عدة أسئلة، خسروا بعض الأسئلة، كذلك الجوف أجابوا على بعض الأسئلة، خسروا بعض الأسئلة. السرعة كانت مطلوبة، وفي الوقت نفسه كان الثقافة والثقة كانت سيدة الموقف. الآن سأتعرف وإياكم على نتائج الجولة الأولى لفرسان جازان وفرسان الجوف من خلال الشاشة التالية. جازان متوترين ومتفائلين، وكذلك لمعان الفوز والتوتر في أعين أبناء الجوف. هل تقدم جازان في هذه الجولة ولا تقدمت الجوف؟ وليس شرطاً أن المتقدم الآن هو الفائز طوال الحلقة، لكنه أحد الخيارات، وأنا وإياكم في انتظار معرفة نتيجة الجولة التي ستظهر أمام الجميع وأمام جازان. 6 نقاط في الجولة الأولى، بينما الجوف 12 نقطة. تهانينا لكم في الجوف، 12 نقطة حصلتم عليها، ليس نهاية المطاف بالتأكيد، وأنتم كذلك 6 نقاط لكن ليست نهاية الطريق، ما زال أمامكم 3 جولات وبالتأكيد سوف تحققون فيها شيء جميل. الروح الرياضية والتفاؤل لابد أن يكون حاضراً. أذهب بكم إلى الجولة الثانية مشاهدينا الكرام، وهي جولة مسارات، ونتعرف على تفاصيلها. في الجولة الثانية يتواجه الفريقان للإجابة على 8 أسئلة في مسارات مختلفة.
زمن الإجابة 15 ثانية للسؤال. تحمل المسارات مفاجأتين قد يقع أحد الفريقين أو كلاهما، خصم أو زيادة. يحصل الفريق على نقطتين عن كل سؤال صحيح تتم الإجابة عليه. إذن تعرفنا وإياكم مشاهدين الكرام على الجولة الثانية، وهي جولة مسارات. 8 مسارات ستظهر أمامكم على الشاشة بعد قليل للمجموعة التي تفوقت في الجولة الأولى حق اختيار المسار الأول. الجوف اختاروا 1 من المسارات 8، صحة ورياضة، علوم وتقنية، لغة وأدب، سير وأعلام، رؤية 2030، جغرافيا وثقافة إسلامية وتاريخ. اختاروا المقابل؟ نعم، اختاروا سؤال سيعرض على طلاب جازان. صحة ورياضة. في سؤال صحة ورياضة سيعرض على أبناء جازان، والسؤال يقول: من هو أول منتخب فاز بكأس العالم في كرة القدم؟ معك خيارات، الجرس ما نحتاجه في هذه الجولة يا حبيبي. خيارات أمامك: الأوروغواي، إيطاليا، البرازيل، إنجلترا. الأوروغواي. الإجابة رقم 1 الأوروغواي. متأكد؟ أثبت؟ ثبت. خلونا نشوف الإجابة. يا عبد الرحمن، قلت لك ليس نهاية المطاف، الطريق أمامكم طويل لكنه مليء بالورود بإذن الله. اختاروا مسار لزملائكم في الجوف. طبعا تحرص على المسار الأصعب ولا الأسهل؟ يلا تفضل. لا لا، قل لي وأنا بعطيهم الخيار. علوم وتقنية. علوم وتقنية، مسار علوم وتقنية. والسؤال في مسار علوم وتقنية يقول: ما نوع شحنة النيترون؟ هل هي سالبة، موجبة، معتدلة، صفرية؟ التشاور مسموح في هذه الجولة لكن الوقت يمضي. 9 ثواني. 8 7. معتدلة. 6. معتدلة. ثبت لي الإجابة رقم 3 معتدلة. متأكدين؟ محمد، إما أن تأتي بالفوز لزملائك أو بالخسارة. متأكد؟ معتدلة. خلونا نشوف الإجابة. مبروك لكم أيضا هذا الانطلاق وهذه السرعة. السؤال في هذا المسار توجهونه لجازان، ماذا تختارون؟ تاريخ أحد المسارات الثمانية. والسؤال في التاريخ يقول: أين تم إنشاء أول برلمان في العالم؟ سؤال لكم يا جازان، 15 ثانية بدأت تنسل سريعاً. نحن في الثانية 11. 10 9. تشاوروا، أعطوني الإجابة. فرنسا. فرنسا. الخيار الأول فرنسا. أول دولة أنشأت برلمان في العالم فرنسا. خلونا نشوف الإجابة. استعجلتوا؟ وش تتوقع الإجابة؟ أيسلندا. ها؟ أيسلندا. أيسلندا. طيب ليش ما تشاورتوا أو أعطيتوا نفسكم فرصة؟ على كل حال ما زال الخيارات موجودة والمسارات موجودة والجولات القادمة أكبر بإذن الله. أيسلندا هي الإجابة الصحيحة كما يظهر أمامكم مشاهدين الكرام. الآن يختار أبناء جازان مساراً سنسأل عنه زملائهم في الجوف. تشاركوا في اختيار المسار. حددتوا؟ سير وأعلام. سير وأعلام، مسار سير وأعلام. والسؤال يقول: طلاب الجوف، من هو أول وزير للزراعة في المملكة العربية السعودية؟ هل هو سلطان بن عبد العزيز، متعب بن عبد العزيز، سعد بن عبد العزيز، مشعل بن عبد العزيز؟
أول وزير للزراعة. الوقت يا شباب، الوقت الوقت انتهى الوقت، وحتى الإجابة اللي عرضتها لا أتوقع أنها صحيحة، ولذلك سنعرض الإجابة الصحيحة ونقول لكم حظاً أوفر. هذا السؤال خرج من بين أيديكم، وهو جوابه هو الأمير سلطان بن عبد العزيز رحمه الله، كان أول وزير للزراعة في المملكة العربية السعودية. اختاروا مسار لزملائكم في جازان من المسارات المتبقية: لغة وأدب، رؤية 2030، جغرافيا، وثقافة إسلامية. احرص على المسار الذي ربما يحتوي على سؤال صعب إلى حد ما. لغة وأدب. لغة وأدب. في مسار لغة وأدب السؤال يقول: من هو صاحب قصيدة البردة يا فرسان جازان؟ أحمد شوقي، كعب بن زهير، أبو العلاء المعري، الأخطل. ثلاثة ولا اثنين بسرعة، الوقت يمضي، لا تفعلون وتصنعون صنعة أبناء الجوف عندما فاتهم القطار قبل قليل في الإجابة. أحمد شوقي. أحمد شوقي. أحمد شوقي حسب إجابة حمزة النهاري هو صاحب قصيدة البردة. متأكد؟ طبعاً ما في مجال إني أعدل. متأكد؟ نقول إن شاء الله. إن شاء الله. نشوف الإجابة. لا أحمد شوقي خطأ، والإجابة الصحيحة كما سيظهر الآن هو كعب بن زهير. حظاً أوفر. بالمناسبة إذا رأيت الفريق الآخر أخفق، احرص أن تكون طاقتك وهمتك أعلى. ما زال لدينا ثلاثة مسارات، اختاروا يا أبناء جازان مساراً لزملائكم في الجوف. اختار جغرافيا. جغرافيا. خلونا نشوف جغرافيا ماذا تحوي، والسؤال يقول: زيادة. مبروك مبروك، زيادة بدون سؤال. شكرا شكرا، قدمتم نقطتين لأبناء الجوف على طبق من ذهب. يستاهلون يستاهلون. لو كنت تدري ما هو الخيار الموجود تحت هذا المسار تعطيهم؟ احتمال. كفو. هذه عادات أبناء المملكة العربية السعودية: الكرم، الثقة، الفرح للآخرين، الانتصار واحد، الفوز واحد، التنافس هنا للوصول إلى القمة، وكلنا بإذن الله متربعون في القمة لأننا سعوديون. الخيار لكم، اختاروا لهم مسارا، تشاوروا، خذوا وقتكم. ثقافة إسلامية. ثقافة إسلامية. ثقافة إسلامية، والسؤال موجه لجازان ويقول: ما هي الشجرة المقصودة في قوله تعالى: وشجرة تخرج من طور سيناء؟ النخيل، الأراك، الزقوم، الزيتون. أربعة خيارات و15 ثانية. الزيتون. الزيتون. عبد الرحمن معيدي اختار الإجابة رقم أربعة، الزيتون، هي الشجرة المذكورة في هذه الآية التي وعد الله بأن تنبت في طور سيناء. ودك تعرف الإجابة؟ خلونا نشوف الإجابة. يا عين عليك يا عين عليك. يا رب الخصم عندك. مبروك لأبناء جازان، رأيت مشاهد جميلة جداً مع الفرسان الستة، عندما يجيب يحمد الله، وعندما أيضاً يخسر السؤال يحمد الله. هذا ما تربينا عليه، ثقافتنا الإسلامية، والسؤال كان في الثقافة الإسلامية. آخر مسار دون أن تختاروا بالتأكيد هو رؤية 2030. وش معلوماتكم عن الرؤية يا باسل، محمد، متعب؟ ثقافتكم في الرؤية إن شاء الله مميزة؟ إن شاء الله. متأكدين؟ إن شاء الله. نشوف وش تحت الخيار هذا. نشوف. مسار رؤية 2030 يقول: هذا خيار كان موجود تحت هذه المسارات وأخرتوه إلى نهاية الجولة حتى تأخذونه بعد هذا الجمع الجميل من النقاط خلال هذه الجولة. جازان والجوف، فرسان قادمين من أقصى الشمال ومن أقصى الجنوب بانتظار معرفة نتائج الجولة الثانية، كذلك مئات الآلاف من المشاهدين خلف شاشة قناة عين يريدون معرفة من المتقدم في الجولة الثانية، جولة المسارات. متأكدين يا جازان؟ موثقين من تقدمكم ومسيرتكم؟ بإذن الله. فرسان الجوف؟ بإذن الله. هاي متعب؟ بإذن الله. الأمور ماشية تمام؟ إن شاء الله. يعني ستذهبون للجولة الثالثة بكل ثقة؟ بإذن الله. هاي فارس؟ بإذن الله.
ودكم تعرفون النتيجة؟ خلونا نتعرف على النتيجة في هذه الجولة ومن الذي تقدم في هذه الجولة، وكلنا نعرف من الذي كانت إجاباته موفقة ومن الذي أخفق، من الذي كان الوقت لديه حاسم ولم يستطع الإجابة على بعض الأسئلة، من الذي فوت فرصة إجابة كانت سهلة ومتاحة في قصيدة البردة أو في غيرها من الإجابات. وأيضا كان من ضمن المسارات مسارين أحدهما مبهج ومسعد والآخر كان يدعو إلى حالة من الحزن إلى حد ما، لأنه يخصم نقطتين، بينما الخيار الثاني كان يزيد من حصيلة الفريق بإضافة نقطتين. نشوف النتيجة من خلال الشاشة أمامكم الآن. جازان والجوف يترقبون أيديهم على قلوبهم. جازان 4 نقاط في هذه الجولة، هل الجوف متقدمة أم متراجعة؟ الجوف حصدت جازان نقطتين في هذه الجولة ولا 4؟ 4 نقاط. الجوف ينتظرون بكل ترقب نقطتين في هذه الجولة. هناك من حصد نقاط وهناك من خسر نقاط، وكان هذا جمع النقاط، سيتبين لكم إن شاء الله في نهاية الحلقة المجموع الكلي لنعرف من المتقدم ومن الذي أيضا تقدم بالمحبة والثقة في قلوبنا. الجولة الثالثة، ولنتعرف على الجولة الثالثة هذه تفاصيلها. في الجولة الثالثة يرشح متسابق واحد من كل فريق للإجابة عن 15 سؤال في زمن مقداره 120 ثانية. تحسب مجموع الإجابات الصحيحة للفريق وتضاف إلى رصيده. يحصل الفريق على نقطة واحدة عن كل سؤال صحيح تتم الإجابة عليه. جولة 120 ثانية سيتنافس فيها الفريقان من خلال ترشيح فارس من كل منطقة يمثل زملائه ويمثل إدارة التعليم والمنطقة التي جاء منها. أبدأ بفرسان الجوف ورشحوا لي فارس ليكون على المنصة البيضاء ممثلا لفريقه في 120 ثانية. باسل. باسل، تفضل يا باسل. باسل أبدأ أنا وأنت في 120 ثانية، 15 سؤال، وسأستعجل في قراءة أسئلتي حرصاً على وقتك. اتفقنا؟ اتفقنا. ثقة موجودة؟ الهدوء. نبدأ أولى أسئلة هذه الفقرة، والسؤال يقول: يطلق على الشعر أسفل الشفة وفوق الذقن عنفقة ولا زنبقة؟ أتجاوز؟ اللي بعده. أصل كلمة البيجامة تركي ولا فارسي؟ فارسي. فارسي. طه حسين هو عميد الأدب العربي، صح أم خطأ؟ صح. أيهما أكبر حجماً لدى الإنسان، الرئة اليسرى أم اليمنى؟ اليمنى. يطلق على دراسة علم الأرض جيولوجيا ولا مينولوجيا؟ جيولوجيا. يوجد قصر غمدان في سوريا أم في اليمن؟ اليمن. يطلق على الشاعر الذي عاصر الجاهلية والإسلام مخضرم، صح أم خطأ؟ صح. كلمة الديوان تعني الاجتماع أم السجل؟ الاجتماع. تربط قناة السويس بين البحر الأحمر والأبيض ولا البحر الأحمر وبحر العرب؟ البحر الأحمر وبحر الأبيض. أسس أبو الأسود الدؤلي علم البلاغة ولا علم النحو؟ البلاغة. أم كلثوم يعني المرأة الممتلئة أم المرأة الحسناء؟ الممتلئة. البوع هو أطول عظمة في إبهام القدم أم إبهام الكف؟ الكف. عدد أسماء الأسد في اللغة العربية 88. صح. إعطاء الكلمة حقها في الرفع والنصب والجر يسمى الإعراب. صح. يطلق على أحلام الأحلام بنات الليل ولا بنات أفكار الليل؟ بنات أفكار الليل. يطلق على الأحلام بنات الليل أم بنات الأفكار؟ الأفكار. الأفكار، والوقت انتهى.
فاتتك أربعة أسئلة من الإجابة الصحيحة والخاطئة وسؤالين لم تستطع الإجابة عليها وطلبت منا التجاوز، وأجبت عن تسعة أسئلة. ستكون معي إن شاء الله حتى نتعرف على نتيجتك بعد قليل. وكيف كانت الأسئلة؟ يعني متوسطة. السرعة كانت هي المزعجة ولا صعوبة الأسئلة؟ لا، الوقت. 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 لو كان الوقت أطول كنت تستطيع الإجابة. أكيد. في وقت للتفكير. لو عرضت عليك بعض الأسئلة اللي تجاوزتها بتقدر تجاوب عليها ولا ما زالت؟ لا، مشوش الذهن. أها. باسل كاتب الشمري ممثلا لمنطقة الجوف، شكرا جزيلا لك. في نفس الجولة مشاهدي الكرام سيختار فرسان جازان فارسا يمثلهم في هذه الجولة. في جولة 120 سؤال، 120 ثانية و15 سؤال، من ترشحون؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن معيدي، تفضل. عبد الرحمن ممثلا لزملائه فرسان جازان وممثلا لمنطقة الجوف، منطقة جازان والإدارة التعليم جازان والثقافة والعلم الجازاني وللمملكة العربية السعودية كما كان باسل قبل قليل. عبد الرحمن مستعد؟ إن شاء الله. 120 ثانية بتبدأ، يد على القلب والذهن يعمل والسماع معي أنا فقط. جاهز؟ جاهز. السؤال الأول في 120 ثانية يقول: العبارة التي قالها خالد بن الوليد: فلا نامت أعين الجبناء أم العملاء؟ الجبناء. يبلغ عدد الدول العربية 22 أم 27؟ 22. بحيرة فيكتوريا هي أكبر بحيرة نهرية في العالم، صح أم خطأ؟ صح. أكبر المدن الأوروبية لندن ولا روما؟ لندن. الألماس أقصى أنواع الحجارة، صح أم خطأ؟ صح. الذاكرة العشوائية في الحاسب الآلي تسمى الرام ولا الروم؟ رام. الرختر هي وحدة قياس سرعة الريح، صح ولا خطأ؟ خطأ. أخف المعادن الليثيوم ولا اليورانيوم؟ اليورانيوم. ولد العالم ابن خلدون في الجزائر أم في تونس؟ جزائر. أول رئيس أمريكي كان جون كينيدي ولا جورج واشنطن؟ جورج واشنطن. مكتشف الفلبين هو ماجلان ولا كولومبوس؟ ماجلان. للجنة سبعة أم ثمانية أبواب؟ ثمانية. صقلية هي أكبر جزر البحر المتوسط، صح ولا خطأ؟ صح. الموطن الأصلي للباذنجان الهند ولا بنغلاديش؟ الهند. اسم والدة هارون الرشيد ماريا ولا الخيزران؟ الخيزران. الخيزران. ما زال لديك 11 ثانية. نسألك في السؤال الذي تجاوزناه قبل قليل وهو: الرختر هي وحدة قياس، جاوب عليها كاملة؟ جميل. وما زال لديه 3.2 ثانية. شكرا يا عبد الرحمن. أسئلة مميزة سهلة ولا صعبة؟ وسط. هذه تعتمد على ثقافتك، قراءتك، اطلاعك ولا التخمين احيانا؟ تجمع الثنتين. الاثنتين. اها. طيب. انا سعيد باطلالتك معنا وتمثيلك لزملائك في الجزائر، وباذن الله تسمع بعد قليل نتيجتك ونتيجة زملائك. شكرا. في الجوف. شكرا جزيلا لك. عدلنا وتقدمنا صح؟ مشاهدينا الكرام، حرصنا عندما تم انتقاء هؤلاء الفرسان من جازان والجوف بعناية، ممثلين لعشرات الآلاف من الطلاب في المنطقتين، أن نلتقي بمدراء التعليم سواء في جازان أو في الجوف. في هذه الثواني نستمع وإياكم إلى كلمة لمدير تعليم الجوف يبث روح الحماس والتفاؤل في أبناء منطقة الجوف. خلونا نشوف الكلمة. التميز والإنجاز مرحلة، وهذه محطة من محطات التميز. أسأل الله سبحانه وتعالى لهم الاستمرار والديمومة في هذا المجال. وهذه دورة تدريبية مجانية رائعة، تعلمت منها الكثير، اكتسبت منها الخبرات تدربك إلى الحياة. باسل الشمري وعبد الرحمن معيدي، شابين من أبناء المملكة العربية السعودية، نفخر بهم، متفائل أنا شخصيا بمستقبلكم إن شاء الله وزملائكم الفرسان. أتمنى أن أراكم قريبا. عبد الرحمن في ثالث ثانوي وباسل ثالث ثانوي، شهرين ثلاثة إن شاء الله وتكونون في
ساحات أشهر الجامعات السعودية بإذن الله بتخصصات مرموقة، وبإذن الله إلى ميادين العمل بعد 4 سنوات. مستعدين إن شاء الله؟ الطموح يا عبد الرحمن؟ الله أعلم. ما في طموح في مجال معين ستلتحق؟ بإذن الله. هندسة. هندسة. باسل. ما يخدم وطني. كل مجال يخدم الوطن ستلتحق به بإذن الله. الله يوفقكم إن شاء الله، وأنا وأنتم والفرسان في الجوف وجازان والمشاهدين في انتظار معرفة نتيجة الجولة الثالثة. 120 ثانية عرضنا فيها 30 سؤالا على فارسين من فرسان المملكة يترقبون كما تشاهدون على شاشة قناة عين، تلمع في أعينهم الثقة، الحماس، الهمة. ونتيجة المسابقة كالتالي: جازان 13 نقطة، الجوف ربما تكون متقدمة وربما العكس، الجوف 9 نقاط. شكرا عبد الرحمن، شكرا باسل، وأكرر لفرسان جازان فرسان الجوف ما زالت الفرصة مهيئة، وأمامنا الجولة الأخيرة وهي الأكثر متعة بإذن الله في هذه المسابقة، الحلقة الأولى من فرسان التعليم، ولكن الجولة الرابعة جولة مملكتنا، مملكتنا الحبيبة طبعا. تحية للمملكة العربية السعودية. نتعرف على هذه الجولة وتفاصيلها في التقرير التالي. في الجولة الرابعة يتواجه الفريقان للإجابة عن 6 أسئلة شعبية. زمن الإجابة 15 ثانية للسؤال. في حال الإجابة على سؤال صحيح يحق للفريق إيقاف أحد أعضاء الفريق الآخر واستبعاده من المنافسة. إذن جولة مملكتنا، ومتوقع ومتأكد تماما أن كل الفرسان هنا، سواء فرسان الجوف الثلاثة المميزين والمبدعين متعب ومحمد وباسل، أو فرسان جازان الرائعين حمزة وعبد الرحمن وفارس، لديهم ثقافة وطنية عالية عن بلدهم المملكة العربية السعودية في كافة الميادين التي ستعرض بعد قليل في 6 نوافذ سيختارون من ضمنها. الجوف استمعوا لمدير تعليمهم، من حق فرسان جازان أن يستمعوا لمدير تعليمهم وبث حالة من الحماس في نفوسهم. خلونا نشوف. أبناء الطلاب الذين يمثلون تعليم جازان في الحقيقة كلنا فخر وكلنا اعتزاز، ونحن على ثقة بأنهم سيكونون بإذن الله عز وجل في حجم التحديات التي ستواجههم، وسيثبتوا كفاءتهم وسيثبتوا إن شاء الله جدارتهم بأن يكونوا فرسان لهذه المسابقة في نسختها الأولى على مستوى وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية. نحن واثقون فيهم، ونحن نتطلع إن شاء الله لأن يكونوا هم الفائزون بإذن الله عز وجل في هذه المسابقة، ولا شك أنهم سيواجهون أمثالهم من طلاب التعليم على مستوى المملكة في جدة وفي الرياض وفي الشرقية، لكن أبناء جازان سيكونون حاضرين بإذن الله في الوقت المناسب، وسيكونون إن شاء الله هم فرس الرهان وقصب السبق، وسيعودون منتصرين إلى جازان بإذن الله جل وعلا. حياكم الله من جديد. كنت أستمع لكلمة مدير تعليم جازان وأنظر في عيون أبناء جازان وأرى تمتمة عبد الرحمن معيدي وهو يقول بإذن الله إن شاء الله بإذن الله. عبد الرحمن ثقة؟ طبعا ثقة معلقة بالله جل وعلا، تفاؤل. لكن في ذواتكم كيف؟ تفاؤل بيه. تفاؤل. مع هذا التفاؤل سننطلق في جولتنا الرابعة والتي عنوناها بمملكتنا. 6 نوافذ ستظهر أمامكم الآن، والمتقدم في الجولة الماضية مستحق أن يجيب على السؤال الأول. النوافذ 6 والسؤال الأول موجه لجازان ويقول: اختاروا السؤال أو نافذة وأحدد لكم سؤالاً. ضمن الشخصيات؟ لا، بعيدون عن الشخصيات. لا،
تشاوروا، من حقكم أن تتشاوروا بالتأكيد، من حقكم التشاور في اختيار النافذة. مدن، مدن، اختاروا الشباب مدن، والسؤال في مدن يقول: ما هي المدينة السعودية التي كانت تسمى سابقاً بالحجر؟ الوقت 15 ثانية. حمزة، عبد الرحمن، فارس، إذا لم تجيبوا سأتحول إلى فرسان الجوف. لن أتحول، إذا نقرأ عليهم الخيارات ويختاروا منها. ليس هناك تحول، الوقت والمجال لكم. خرج، الخرج، الخرج هي المدينة السعودية حسب طلاب جازان التي كانت تسمى تاريخيا بالحجر. متأكد يا حمزة؟ ما في مجال للتراجع، لكن الخرج. نشوف الإجابة؟ شوف، خلونا نشوف الإجابة. افا، كانوا يقولون تاريخيا حجر اليمامة، والمقصود بحجر اليمامة من؟ الرياض، الرياض العاصمة الحبيبة. على كل حال أتحول بالسؤال إلى فرسان الجوف، والنوافذ الست أمامكم، واختاروا واحدة منها. معاني، معالم، معاني، 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 نافذة معاني. والسؤال في نافذة معاني يقول: بشبشان هي كلمة جازانية تطلق على نوع من الحيوانات، فما هو؟ هل هو العنكبوت، العقرب، الضفدع، القنفذ؟ وابتسامة عريضة على وجوه طلاب جازان لأنها كلمة جازانية. تفضل يا متعب، يا محمد، يا باسل. العنكبوت، العنكبوت الإجابة رقم واحد. بشبشان هو العنكبوت. الآن إذا كانت الإجابة صحيحة سوف تستحقون تجميد عضو من الأعضاء. طيب نشوف الإجابة. متحمسين يا متعب؟ خلونا نشوف الإجابة. طيب قبل ما تجمدون عضو يا فرسان الجوف، بشبشان وكلمة جازانية مثل ما هو موجود في السؤال، كيف عرفتها يا متعب؟ تخمين ولا تحس ان كلمة بشبشان مطابقة للعنكبوت؟ احد زملائي كان يرددها، كانوا ابتساماتهم، كان احد زملائك من جازان؟ لا، من الجوف. من الجوف؟ نعم. كان يردد هذه الكلمة، يسمي نعم العنكبوت بشبشان. ايه. طيب تشاوروا في من تريدون تعليق عضويته، تعليق مشاركته، استبعاده في هذه الفقرة، واحرصوا على الأذكى، واحرصوا على الأنشط، واحرصوا على الأقوى، وكلهم أقوياء وأذكياء وفرسان ورائعين. أمامكم حمزة وعبد الرحمن وفارس، حددوا. عبد الرحمن، عبد الرحمن معيدي، أنت متوقف عن المشاركة في هذه الجولة، عد إلى الخلف خطوة ونعتذر منك. عبد الرحمن ساعدنا بكل إطلالاتك في الحلقة، تعليقك في هذه الفقرة لا يعني يحسب أنه عدم مشاركة، لكن الذاكرة القوية والذهن النشيط والعقل المتفتح مخيف لأبناء الجوف، ولذلك يحتاج إلى عزل. اختاروا نافذة في جازان سأسأل بها، عفوا في الجوف سأسأل بها جزا. العكس، برافو عليك، شكرا يوسف. اختاروا نافذة. فارس وحمزة أمامكم أربع نوافذ، اختاروا منها واحدة. معالم، معالم. خلونا نشوف سؤال معالم وش يقول. أين يقع مسجد العظام الذي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في طريقه لغزوة تبوك؟ في أملج، في العلا، في الحناكية، في حقل؟ فارس وحمزة يتشاورون والوقت يمشي. العلا، العلا، مسجد العظام يقع في العلا، صلى فيه النبي في طريقه لغزوة تبوك. ممكن الإجابة صحيحة وممكن تكون لا، خلونا نشوف. إذن إجابة صحيحة، العلا، وهي أشهر المدن السعودية حالياً على الساحة الإعلامية فيما يتعلق ب
السياحة، وبإذن الله أن يكون لها زخم قادم وقوي جدا في المرحلة القادمة فيما يتعلق برؤية المملكة العربية السعودية. فرسان الجوف اختاروا نافذة. لا لكم أنتم والسؤال لكم. نطلع واحد؟ لا خلاص. مخرجنا وحبايبنا في الكنترول، أنا الآن أعطي جازان فرصة لتجميد فارس من فرسان الجوف، وتشاور يا حمزة مع فارس حتى لا تستعجل، واختار واحد من فرسان الجوف المتألقين لتجميد باسل. عضويته من؟ باسل. باسل باسل نعتذر منك، عد للوراء خطوة. ستكون باسل. تحت الضوء الأحمر. ممنوع مشاركتك في الأسئلة الثلاثة القادمة. يعطيك العافية، أبليت بلاء حسنا في الجولات الثلاث وحتى في هذه الجولة. المجال لكم في الجوف في اختيار نافذة. عادات. عادات، نافذة عادات، والسؤال تحت نافذة عادات يقول: رقصة تتم باستخدام السيوف والطبول وتعتبر رقصة وطنية سعودية، فما هي؟ العزاوي، السامري، العرضة، المجرور؟ العرضة. العرضة. إذن جواب متعب. الخيار الثالث العرضة. متأكد يا متعب؟ خلاص هي ثبتت الإجابة. متأكد من الإجابة؟ أكيد بإذن الله. العرضة هي الرقصة السعودية العامة والأشهر في المملكة العربية السعودية؟ بإذن الله. خلونا نشوف الإجابة. إذن العرضة، والتي تسمى بالعرضة السعودية، التي يعني تؤديها الفرق الشعبية السعودية في المناسبات، في الأعياد، في الأفراح، في كل المناسبات الوطنية تؤدى العرضة السعودية، وخادم الحرمين الشريفين من عشاق هذه العرضة ومن أروع وأجمل من يؤديها. نجد شامت لبو تركي وأخذها شيخنا وخمرت عشاقها عقب لطم خشومها، أشهر الأبيات التي يعني يؤدي خادم الحرمين الشريفين العرضة السعودية فيها بكل روعة. تحية لخادم الحرمين الشريفين. الآن فارسان مقابل فارسان، والفرصة مهيئة لكم لاختيار نافذة من النافذتان المتبقية. شخصيات. شخصيات. نافذة شخصيات، والسؤال يقول: في أي عام انطلق الأمير سلطان بن سلمان للقمر كأول رائد فضاء عربي مسلم؟ عام 78، عام 80، عام 85، عام 88. طبعا كل هذه التواريخ ميلادية. بسرعة بسرعة فارس. أرجو أنه عدم المشاركة في الإجابة يا عبد الرحمن، أنت خارج الإجابة. الأخوة في الكنترول يشيرون إلى أن عبد الرحمن معيدي شارك بالإجابة، وشاهدوا تمتمة لعبد الرحمن معيدي، كاميرا على عبد الرحمن، وقد كان معطلا في الخلف خلف زملائه فرسان جازان، ولذلك سوف يستبعد هذا السؤال. أعطينا ضوء أحمر وسأعطيكم الإجابة. أنا الإجابة على هذا السؤال: عام 1985 انطلق الأمير سلطان بن سلمان إلى الفضاء في أول رحلة لأول رائد فضاء عربي مسلم عام 85. أتمنى أنه يعني هذه كانت مشاركة مودة ومحبة وحرص على الفوز، لكن غير مقبولة. أتحول إليكم ولم يتبقى لكم سوى نافذة واحدة من النوافذ الست، وهي نافذة مأكولات. والسؤال يقول: ماذا تسمى الحفرة الخاصة بطهي الحنيذ في منطقة جازان أو في المنطقة التهامية جنوب المملكة؟ التنور، الميفا، الندّاية، المحنذ؟ تشاوروا. 10 ثواني. 9 7. 5. المحنذ. المحنذ. الإجابة رقم 4. متعب المويشير بالتشاور مع محمد البلوي اختار الإجابة الرابعة. ليش المحنذ؟ توقع. ها؟ توقع. توقع ولا عشان السؤال مكتوب فيه الحنيذ؟ لا
ما لها علاقة. خلونا نشوف صحة الإجابة من عدمها. ألف مبروك. ذقت الحنيد قبل كذا يا محمد؟ لا. متعب؟ لا أبدا؟ لا. إن شاء الله شباب جازان إن شاء الله يقدموا لكم وجبة حنيد دسمة إن شاء الله، لأنهم مبدعين في تقديم وجبة الحنيد وهي وجبة جازانية مشهورة، ولا لا؟ نعم. يعطيكم العافية. مشاهدينا الكرام، قبل أن نستعرض وإياكم نتائج هذه الحلقة الأولى، هناك سؤال سيعرض في تويتر وضمن هاشتاج فرسان التعليم للجميع حقية المشاركة فيه، كل مشاهدي قناة عين. والسؤال يقول: ما هو الموعد المقرر لمشاركة المملكة العربية السعودية في اختبار التيمز الدولي هذا العام 2019؟ هل هو يوم 10 و9 من أبريل، أم هو يوم 8 و7 من مارس؟ والسؤال لمن أراد إجابته بدقة قيل وعرض في بداية الحلقة، بإمكانكم الرجوع إلى أولى حلقتنا هذه وستجدون الإجابة فيها، وسنعلن عن الفائز في حلقتنا القادمة بإذن الله. الآن ننتظر وإياكم إعلان نتيجة هذه الجولة، جولة مملكتنا. مبروك. فرسان جازان، كيف نسبة التفاؤل؟ متأكدين إن شاء الله أنه تكونوا متقدمين في هذه الجولة؟ نقول إن شاء الله. فرسان الجوف، كيف التفاؤل والثقة؟ إن شاء الله. عالية؟ إن شاء الله. هاي محمد، عالية. تتوقع أنه متقدمين في هذه الجولة؟ إن شاء الله. خلونا نشوف نتيجة الجولة الرابعة، جولة مملكتنا التي خاضها الفريقان بعد إيقاف خدمات الرائع عبد الرحمن معيدي والمميز باسل الشمري. جازان نقطتان. حيو. والجوف في هذه الجولة 6 نقاط. بالتأكيد أنه يحق الآن للفارسين عبد الرحمن معيدي وباسل الشمري العودة إلى مواقعهم، ونشكرهم تحية للفارسين الذين تم تجنيدهم، عدتم إلى خيولكم لتركبوا عليها كفرسان رائعين إن شاء الله. في ختام حلقتنا، حمزة النهاري وعبد الرحمن معيدي وفارس راجحي من جازان والفرسان باسل الشمري محمد البلوي ومتعب المويشير من الجوف التقى أقصى الجنوب بأقصى الشمال لنتابع نتيجة من التميز والإبداع والإبهار والمتعة والفائدة لنا ولمشاهدي قناة عين ولأبنائنا الطلاب في المملكة العربية السعودية. حالة من الترقب يعيشها فرسان جازان، وحالة كذلك من الانتظار على وجوه فرسان الجوف. الكلمة لفريق البرنامج بعد إحصاء كل النقاط، سنتعرف الآن على الفائز والمتقدم والذي سنراه مرة أخرى في الجولات القادمة، ربما يلتقي بمنطقة أخرى، وربما بإذن الله يصل معنا إلى النهائي. إذن الليلة سنوزع التهاني والابتسامة لأحد الفريقين، وأيضاً تهاني وابتسامة لفريق آخر لم يحصل على الفوز ولكنه حصل على شرف المنافسة، ولا يا باسل؟ يكفي شرف الحضور، كلنا فايزين لأننا مشاركين. مشاركين. ها يا حمزة، الحمد لله. شعورك الآن؟ يعني ترقب. ترقب. محمد، منتظر النتيجة. ابتسامتك أصلاً تدل على أنه التفاؤل موجود. فارس، بإذن الله موجودة الابتسامة دائماً مع الفوز والخسارة، الثقة موجودة، ستعود إلى جازان رافعاً رأسك لأنه شاركت في فرسان التعليم. بالتأكيد. خلونا نشوف النتيجة. طبعاً النتيجة النهائية، جازان 25 نقطة. جازان عرفوا موقعهم الآن، لكن لا يعلمون هل الجوف متقدمة أو لا، والجوف الآن بالتأكيد لا تريد ما هو أقل من 25 نقطة.
إلى الآن لم تكتمل الفكرة، ما زلنا ننتظر نقاط الجوف. الآن 29 نقطة. إذن مشاهدينا الكرام، بكل الحب وبكل الجمال وبكل الألق وبباقات من الفل والكادي الجازاني، نهنئ فريق جازان على الروح الرياضية، على الابتسامة، على التصفيق، على الفرح الذي شاهدناه في أعينهم بفوز الرائعين أبناء الجوف، جوف الحلوتين الذين جلبوا لنا تمرة الحلوة ومياه دومة الجندل وزيتونها. أهلا بالجميع وتهانينا لكم في الجوف على الفوز. باسل، محمد، متعب، أسمع منكم في 30 ثانية مشاعركم بهذه المناسبة. الحمد لله، رفعنا رأس المنطقة، وإن شاء الله المراحل الجاية نوصل راح متقدمة. مستعدين لمقابلة القادم؟ بإذن الله. بإذن الله. محمد؟ إن شاء الله قدمنا شيء كويس ورفعنا رأس المنطقة قبل ما نرفع رأسنا. بإذن الله. متعب؟ بإذن الله رفعت رأس المنطقة، معنا رأس المنطقة مرفوع بإذن. ومستعد إن شاء الله للجولة القادمة؟ بإذن الله. حمزة وعبد الرحمن وفارس، وجودكم الليلة هو أكبر سعادة لي على المستوى الشخصي ولقناة عين وللجمهور السعودي. سعيدين بإطلالتكم. شكرا. كل جازان مفتخرة فيكم أنكم وصلتم تمثلون مئات الآلاف من الطلاب الجازانيين في جازان الجبل والسهل والوادي والشاطئ، صح ولا لا؟ صح. إيش ودك تقول يا حمزة؟ هارد لكنا ومبروك الفريق الجوف. رائع جدا. عبد الرحمن؟ الحمد لله كانت هذه المسابقة وصل وود ومحبة ما بين الشمال والجنوب. يا سلام يا سلام. يبقى الفوز معرفة هذا الوجيه. يا سلام. في كل مقابلة لابد أن يكون هناك فائز وخاسر. نعم. لكن الفوز الحقيقي معرفة هؤلاء. نعم. والمشاركة وتمثيل المنطقة. فارس؟ الحمد لله على كل حال. الحمد لله. نهدي لهم الفوز بإذن الله. تسلم. ألف شكر لك يا فارس. الشكر يمتد إليكم أيضا أنتم مشاهدين الكرام على المتابعة والمشاهدة والتشويق الذي صنعتموه لنا بمتابعتنا وإعطائنا الثقة. فرسان التعليم مستمر بإذن الله. سنلتقي بالجوف في حلقة قادمة وسنودع جازان. نلقاكم بإذن الله الأربعاء القادم 8:30، وجولة جديدة ومنافسة جديدة بين منطقتين من مناطق المملكة. هذا عبد الرحمن البشري يودعكم. كونوا بخير. حمزة.